السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لما نيجي نبص على مواقع التواصل الاجتماعي في ال 24 ساعه اللي فاتوا هنلاقي ما زالت الانظار متجهه لمهرجان الجونه السينمائي، وفي ردود افعال متباينه ما بين مؤيد ومعارض، وعايزين نحط تحت الموضوع ده مليون خط. علشان كده طالع مع حضراتكم النهارده وهعرض على حضراتكم اسوا المواقف اللي تعرض لها الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي. مش بس كده، هتكلم مع حضراتكم عن الازمه المشتعله بين الشعب المغربي والشعب المصري. طبعا احنا اشقاء وكل حاجه يا جماعه، لكن الازمات اللي حصلت مع رضوان عامله ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا ان دي مش الحاله الاولى، لان كان قبل كده وقفوا حلقه سعد المجرد على قناه اون تي في ومنعوها من العرض، ولحد الوقت اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيه ده الحلقه ما تحدد لهاش ميعاد للعرض ولا حد يعرف هتتعرض امتى. فبدات الناس تستغل المواقف دي عشان تشعل الازمات على مواقع التواصل الاجتماعي. مش بس كده، هعرض على حضراتكم في حلقه النهارده محمد رمضان عامل ايه عشان يسأر لكرامه رضوان ونعمان بعد تجاهله في مهرجان الجونه الدولي. وانا بقول لحضراتكم كده يا جماعه، المغاربه ليهم حق يزعلوا، بس احنا هنتكلم بالعقل كده. وهتكلم كمان مع حضراتكم في حلقه النهارده لان الحلقه اللي فاتت طلعت وانتقدت الدكتور اللي كان بيغلط في الفنانين في مهرجان الجونه السينمائي، مع ان المفروض ان رايه من رايي، احنا الاثنين متفقين ان اللي بيحصل في الجونه ده غلط، لكن انا طلعت مع ذلك وانتقدته. هقول لحضراتكم برضو في اخر الحلقه ليه. كل التفاصيل دي معايا النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انتوا اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه. زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي اكتر اطلالات اثارت الجدل في مهرجان الجونه السينمائي السنه دي. الموضوع تطور من بدايه المهرجان، لبس فساتين مثيره للجدل، الموضوع تطور شويه
واتنقل لمرحلة الرأس. بعد كده بعد ما خلصنا مرحلة الرأس دخلنا على مرحلة البؤس. وده ينقلني مع حضراتكم للأزمة المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشعب المغربي والشعب المصري. وانا تحديدا هتكلم في النقطة دي لان مفيش ازمة اساسا يا جماعة، احنا في الاول وفي الاخر اشقاء، والموقف اللي حصل في مهرجان الجونة ما كانش يصح، ولا اللي حصل في قناة اون تي في مع سعد المجرد يصح، لكن احنا في الاول وفي الاخر اشقاء، يعني ما ينفعش اللي احنا نطلع نتكلم ونقول المصريين. عايزين نتكلم ممكن نوجه الكلام اتجاه اللجنة المنظمة، اتجاه مثلا قناة اون تي في او المسؤولين عن قناة اون تي في. نرجع بقى لموضوعنا، ايه اللي حصل بقى للضجه دي؟ رضوان ونعمان كانوا موجودين في مهرجان الجونه عشان يتكرموا، المهم طلعوا على الاستديو وقدموا الحفله مع مين؟ مع محمد رمضان. واكيد حضراتكم عارفين ان محمد رمضان ليه جماهيريه كبيره في مصر. المهم المذيع وهي بتقدمهم تجاهلت رضوان ونعمان واتكلمت مع محمد رمضان. الموضوع يسكت؟ لا، كل مقدمين المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المغربيين طلعوا يهاجموا المصريين ومصر. المهرجان بيمثل مصر يا جماعه، لكن مش كل المصريين زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. مش معنى الفنانين طالعين بمظاهر غير لائقه او بعوري او بفساتين مش محترمه يبقى كل المصريين كده، انا برفض فكره التعميم. المهم ده ملخص للي حصل. فامبارح محمد رمضان نزل الاغنيه اللي هو كان عاملها مع مين؟ مع رضوان ونعمان. مش بس كده، ثبت بوست لصوره بينه وبين رضوان ونعمان وحطتها كفر لقناه اليوتيوب والفيسبوك. نيجي لاخر حاجه في حلقه النهارده، انا ليه طلعت انتقدت الدكتور اللي كان بينتقد النجوم اللي ظهروا في مهرجان الجونه السينمائي، مع ان المفروض اللي هو معاه حق اللي هو انتقدهم، لان هم بالفعل بيظهروا بمظهر غير لائق في مهرجان الجونه. انا بتكلم هنا تحديدا يا جماعه، وطلعت انتقدت الدكتور ده لان هو كان بيقول يا مصريين، ما بيقولش يا فنانين بس، بيتكلم على المصريين، بيتكلم على المسؤولين عن الدوله. انا ضد التعميم، من حقك تنتقد ومن حقك تقول اللي بيحصل ده غلط لان هم بالفعل بيضروا بالمجتمع وبالناشئ، لكن مش من حقك تعمم. لما تيجي تتكلم وجه الكلام بتاعك، قول يا فنان يا فلان انت بتعمل كده، لكن ما تقولش المصريين كلهم بيعملوا كده. ده اعتراضي على الدكتور اللي كان بيتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي. وده كان اخر خبر معانا في حلقه النهارده، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقه دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات. ايه راي حضراتكم في اللي حصل في مهرجان الجونه، وايه من وجهه نظركم اكتر موقف محرج في مهرجان الجونه او مثير للجدل؟ يا ريت حضراتكم تشاركوني برايكم في الكومنتات، وهقرا كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند.